مولوديه سعيده او مولوديه بجايه ومولوديه سعيده واللقاء حضره بلال بنار. فريق مولوديه بجايه الاخير في ترتيب بطوله القسم الوطني الثاني، لكنه الاول من حيث المسانده الجماهيريه. أنصار الموب تنقلوا لملعب الوحدة المغاربية من أجل الدفع بفريقهم للحفاظ على بصيص الأمل من أجل البقاء ضمن حظيرة القسم الوطني الثاني. أنصار فريق مولود بجاية معروفين كوصافي 4-5 كون الموب كلاسيين ديرني توجور يديبلاسيو مع ليكيب تاعهم ونقول لهم يكملوا يسيبورتيو ليكيب تاعهم وإن شاء الله جيسبيغ كو لاني بروشان تتبدل ماتريال شاكرا لازم يديروا كاع مجهودات باش يديروا فريق كبير باسكو الفريق يستاهل يلعب في القسم الأول.